بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه جماعة الأقدام المتحركة من صنعاء إلى الحديدة بفضل الله تعالى، وقد توفى علينا اليوم في الثلث الأخير الشيخ شاجع صالح محسن العصري في مسجد بيت البشاري. نسأل من الله تعالى أن يدخله في أوسع رحمته، وأن يثبتنا وإياه على هذا العمل، وأن يثبت الأحباب في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.